منتصف الليل بتوقيت العاصمة الدوحة. أهلا بكم مشاهدينا أينما كنتم إلى نشرة يوم جديد نستهلها وإياكم بأبرز عناوينها. الكلاسيكو في أجمل صوره، الجماهير تزين المدرجات بتميم المجد والريان يخطف أغلى انتصاراته. بطولة هذا بلا الفروسية تدخل بعد ساعات يومها الثاني ومواهب جديدة تتألق. في النشرة أيضاً الغرفة لكرة السلة يتجاوز الجيش المغربي ويبلغ دور الثمانية في البطولة العربية. أهلا بكم. أمام جماهير غفيرة حملت شعار تميم المجد وفي أجواء رياضية عكست أهمية مباراة الكلاسيكون للريان 3 نقاط غالية. الريان اختتم اليوم الثاني للجولة السادسة لدوري نجوم QMB لكرة القدم بفوز بهدفين مقابل هدف على مضيفه السد. فوز يمنح الريان النقطة 15 ويلحق بالسد الخسارة الأولى هذا الموسم. في ليلة الكلاسيكو عجت المدرجات بالعشاق، وفي ليلة الصراع تبار السد والريان على ملعب جاسم بن حمد في سادس جولات دوري نجوم QMB لكرة القدم. مباراة ممتعة زادتها الجماهير التي استمتعت ككل مرة بكلاسيكو قطر. ودون انتظار وضع الجزائري بغداد بونجاح فريقه في المقدمة عند الدقيقة 12 من المباراة بعد كرة عرضية مثالية حولها برأسه ببراعة في شباك الرهيب. اشتعلت المدرجات بعدها وازدادت الحماسة داخل الملعب عندما بحث الريان عن التعديل في أكثر من مرة. تألق حارس السد وتألق الخط الدفاعي كذلك، وحالت فرص الريان دون أن يتمكن رفقاء تباتا من تغيير النتيجة التي بقيت على حالها إلى حين انتهاء الشوط الأول بتقدم السد. تواصلت المباراة في شوط ثاني أكثر إثارة. الدقيقة 55 حملت التفاؤل للريان الذي أدرك التعادل عن طريق المغربي عبد الرزاق حمد الله. هدف أشعل اللقاء من جديد ودفع الطرفين لفتح اللعب حتى الدقيقة 71. هنا توغل الكوري الجنوبي كوميونغ جين داخل منطقة جزاء السد وسدد كرة أرضية استقرت في الشباك. السد رمى بعدها بكل ثقله في الهجوم لكنه بقي عاجزا أمام براعة حارس الريان عمر باري. الريان حافظ على تقدمه إلى حين انتهاء المباراة التي فاز فيها بهدفين مقابل هدف. نقول اليوم الحمد لله على الفوز، فعلا اليوم كانت مباراة صعبة يعني وممتعة في نفس الوقت مع كلاسيكو الكرة القطرية، يعني كانت مباراة يعني تليق بسمعة الفريقين، فكانت مباراة قوية، مباراة تكتيكية أكثر، فالحمد لله احنا قدرنا نسجل اكثر وقدرنا ان نسجل هدفين ونفوز في المباراه. وبهذه النتيجه الحق الريان الهزيمه الاولى بالسد هذا الموسم ليتوقف قطار انتصارات الزعيم في المرحله السادسه من دوري نجوم QMB. لاخبار قنوات الكاس امير فحصي الدوحه. كانت الأمسية الثانية للجولة السادسة قد انطلقت بفوز لأومصلال على الخور بهدف دون مقابل. أومصلال رفع رصيده إلى 13 نقطة ليضمن البقاء ضمن فرق أعلى الترتيب العام. بعد شوط أول انتهى دون أهداف تمكن محمد السيد من تسجيل هدف فريقه الوحيد في حدود الدقيقة 49. الفوز هو الرابع لأومصلال هذا الموسم، أما الخسارة فهي الرابعة للخور والثالث على التوالي ليتجمد رصيده عند 4 نقاط. تخسر مباريتين اللي تحت يجونك، يعني اللي قدام بس الأخوية اعتقد والسد يعني، بس الحين نجمع من الحين احسن عشان ما نتوهق بعدين، يعني تعرف الحاصل. من جهة أخرى خيمة تعادل بهدفين لهدفين على ديربي الأهلي والعربي. على ضوء هذه النتيجة تقدم العربي مؤقتا للمركز العاشر فيما بات الأهلي ثامنا ب5 نقاط في انتظار استكمال المباريات. بشعار البحث عن الانتصار الثاني هذا الموسم تواجه فريقا الأهلي وضيفه العربي على ملعب حمد بن خليفة لحساب الجولة السادسة لدوري نجوم QMB لكرة القدم.
العربي الذي دخل اللقاء وهو في أسفل الترتيب بثلاث نقاط بادر بالتهديف في الدقيقة 21 بواسطة رأسية قائده التونسي عمار الجمل. رد فعل الأهلي جاء مطلع الشوط الثاني عبر فريد إبراهيم الذي أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 50. هذا التعادل لم يعمر طويلا، فما هي إلا 13 دقيقة حتى تقدم العربي مجددا عبر السوري ماردك مارديكيان. وبينما كان الجميع ينتظر فوز العربي، عاد التعادل مجددا ليسود المباراة عقب الهدف الذي سجله مشعل مبارك من كرة ثابتة في الدقيقة 85. نقطة فقط تحصل عليها كل فريق من الجولة السادسة. العربي بأربع نقاط تقدم للمركز قبل الأخير مؤقتا، ومؤقتا أيضا تقدم الأهلي للمركز الثامن بخمس نقاط. لأخبار قنوات الكأس، يوسف مؤمن، الدوحة. هذا وتختتم الجولة السادسة اليوم السبت بمباراتين واعدتين، تحيل صاحب العلامة الكاملة لوجه الغرافة في ختام أمسية تفتتح بحوار قطر والسيبيا. سيكون التحيل مساء اليوم السبت أمام فرصة للابتعاد في أعلى هرم الدوري في حال الفوز على الغرافة. قمة ملعب عبدالله بن خليفة تنطلق بعد حوار السيلية الباحث عن التوازن وقطر الساعي لمغادرة أسفل الترتيب العام. مواجهتان كبيرتان في اليوم الثالث والأخير من الجولة السادسة يشهدها ملعب عبد الله بن خليفة، التحيل أمام الغرافة وقطر في مواجهة السيلية. ففي المباراة الأولى يسعى الملك القطراوي جاهدا في البحث عن الطريقة المثلى لإيقاف نزيف النقاط، وهو الذي حقق حتى اللحظة فوزا وحيدا على المرخية، بينما تهاوت نتائجه في أربع مناسبات كان آخرها أمام الأهلي بثلاثية نظيفة وضعته في المركز العاشر حتى الآن. السيلية صاحب النقاط التسع سيكون ربما أمام موعد جديد لاستدراك التعثر الأخير أمام الريان بهدف وحيد، وهو الذي يحتل المركز الخامس. على الجانب الآخر يشهد الملعب ذاته قمة أخرى باستضافة التحيل للغرافة في مباراة تعد بالكثير، التحيل سعيا لمواصلة العروض القوية والتربع على عرش جدول الترتيب بخمسة انتصارات متتالية آخرها أمام أم صلال. أما الغرافة الذي لا يعيش أحسن أيامه فسيلعب اللقاء تحت ضغط نتيجة الجولة الماضية أمام الإخريطيات بالأربعة. الغرافة جمع خمس نقاط ويتواجد في المركز السادس. لأخبار قنوات الكأس، سامي بن مسعود، الدوحة. تألق ثنائي محمد طالب السعاق ومحمد خالد القشوطي في افتتاح منافسات ثاني أيام بطولة هذاب للفروسية، البطولة التي تشهد في هذه الجولة الجديدة انطلاق منافسات الترويض اليوم السبت، قدمت مزيدا من المواهب التي تألقت وأنهت المنافسات دون أخطاء. بعد أسبوعين من ولادة بطولة هذاب للفروسية، يعود ميدان الشقب الداخلي ليحتضن منافسات الجولة الثانية بالاشتراك مع الاتحاد القطري للفروسية. الجولة الثانية انطلقت بسباق قفز الحواجز ارتفاع 115 سنتيمترا، نجح فيها محمد خالد القاشوطي في كسر هيمنة فرسان القادية على المراكز الأولى بعد أن أنهى السباق بزمن قدره 40 ثانية و51 جزءا من الثانية دون أخطاء، ليحل حمد ناصر القادي ثانيا وغانم ناصر القادي ثالثا. حمد ناصر القادي الذي كان قد أثبت تفوقه في الجولة الماضية عاد ليتصدر مؤقتا السباق المفتوح لقفز الحواجز ارتفاع 125 سنتيمترا، فتجاوز 11 حاجزا بزمن 73 ثانية و12% من الثانية، إلا أن محمد طالب الصعاق كان الفارس الأسرع منهيا السباق في المركز الأول بزمن 68 ثانية و56 جزءا من الثانية، وجاء سعيد ناصر القادي في المركز الثاني بزمن 71 ثانية و83 جزءا من الثانية، ليتراجع حمد القادي إلى المركز الثالث. مش راضي عن أدائي طبعا، احنا دائما عندي أنا الأفضل من هذا الأداء، شوي ما حالفني الحظ، الخيل كان شوي عندي مشاكل معاه، لكن الحمد لله رب العالمين على نصيب. الحصان صار له تقريبا مده سنه ما ركب ولا انقفز ولا شارك في اي شيء من البطولات، ف
فحبيت أجهزه أول بطولة ركبتها بهدوء، ثاني بطولة حبيت أجربها حق البطولات الجاية الدولية بإذن الله. عشاق الخيل سيكونون على موعد مع بدء منافسات الترويض في اليوم الثاني من الجولة، حيث يهدف المنظمون إلى تشجيع الفرسان على كسب الخبرات وتحقيق الأفضل، في دلالة واضحة على زيادة الاهتمام بهذا النوع من الرياضة. لأخبار قناة الكأس، لين زركلي، الدوحة. حصدت المهرة ألما ملك الشجب لقب تحدي الكلاسيكي لمنتجي الخيل العربية الفرنسيين. ألما أحرزت المركز الأول في شوط مخصص للخيل العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق من الفئة الثانية. أقيم السباق في مضمار تولوز الفرنسي وامتد لمسافة 2200 متر. فيه قدمت مهرة الشجب أداء قوية وتكتيكيا منحها فرصة التفوق على منافستيها هندسة ملك الشيخ حمدان بن رشد المكتوم ومنيرة ملك النجيفي ريسينج ليمتد النتين حلتا في المركزين الثاني والثالث على التوالي. وفي المثمار ذاته حقق المهرة رودس دولو ملك خليفة بن حمد العطية أول انتصاراته على مستوى أشواط الفئات بفوزه بلقب تحدي منتجي الخيل العربية الفرنسيين للأمهر. المهرة الرائعة تغلب على جميع منافسيه في شوط مخصص للأمهر العربية الأصيلة عمر 3 سنوات من الفئة الثانية. حجز نادي الغرفة مكان له في دور 8 للبطولة العربية للأندية البطلة لكرة السلة المقامة في المغرب. الغرفة تغلب على صاحب الأرض فريق الجيش الملكي بنتيجة 64 نقطة مقابل 60 ورفع رصيده لخمس نقاط تضعه في صدارة المجموعة الثانية مؤقتة. حجز نادي الغرافة مقعده في دور 8 حينما فاز على نظيره نادي الجيش الملكي من المغرب. نادي الغرافة تفوق في الربعين الأولين وحافظ على مستواه حتى الاستراحة. المباراة نوعا ما كان فيها ضغط، يعني عم نلعب على مع فريق مغربي وفريق بالفعل مشاكس، يعني فريق بيركض ويدافع ويلعب لآخر دقيقة. قدرنا نتقدم بالمباراة ب 14 نقطة، أنا حبيت أحط بريشر بعد على اللاعبين، يعني لما بيكون المباراة صعبة حتى يعرفوا يتصرفوا. الحمد لله على فوزنا في مباراة اليوم، بس يعني فقدنا لاعب سامي منرو أثر علينا يعني دور كبير، فيعني ما راحت المباراة الشكل اللي كنا يعني نبيها تخلص، بس الحمد لله. قياسا بحجم الإعداد والتجهيز في صفوف نادي الغرافة، فإن بلوغه لربع نهائي البطولة العربية للأندية البطلة في كرة السلة يعد إنجازا في حد ذاته. النهاردة فريق الجيش الملكي فريق محترم، قدرنا نقدم مباراة جيدة الحمد لله. يعني أعتقد الثلاث مباريات دي والمباراتين اللي فاتوا كان يعني تحضير كويس للكوارتر فاينل أمام فريق سلة. المقابلة كانت قوية لأن كنعرفوا فريق الغرافة فريق قوي، فريق اللي عنده تجربة كبيرة في البطولة العربية. بالنسبة لنا فريق الجيش الملكي أول مشاركة دياله، ما علينا إلا غنكونوا فرحانين لهذا الأداء اللي أدوه اللاعبين ديالنا في مقابلة ثلاثة. تتواصل رحلة نادي الغرافة لكرة السلة في البطولة العربية، حيث فاز الغرافة في مناسبتين وضيع الفوز في مناسبة واحدة. يستمر مشوار نادي الغرافة في البطولة العربية للأندية البطلة في كرة السلة بعد انتصاره اليوم أمام نادي الجيش الملكي المغربي ليضمن بذلك مقعده في دور 8. مصطفى البيوضي لأخبار قنوات الكأس، مدينة سلا. في مجمع خليفة الدولي انطلقت بطولة قطر كلاسيك للسكواش بإجراء الأدوار التمهيدية. منتخبنا الوطني لم يكن موفقا في أول أيام البطولة المصنفة ضمن الجولات العالمية والتي تستمر حتى 3 نوفمبر. لم يحالف الحظ ممثلي العنابي في بطولة قطر كلاسيك للسكواش من أجل بلوغ الأدوار النهائية. الاتحاد القطري للعبة فتح الباب في وجه 8 لاعبين للمشاركة في اليوم الأول من الأدوار التمهيدية سعيا وراء بطاقة جديدة لمرافقة عبد الله التميمي المدعو مباشرة إلى الأدوار الرئيسة، لكن نتائج الجمعة كانت سلبية. سيد أزلان أمجد كان واحدا من بين الأفضل أداء، واجه المصري كريم علي فتحي وخسر بثلاثة أشواط دون رد، لكنه أبدى مقاومة تحسب له وسجل 8 نقاط في الشوط الأول ثم 5 في الثاني فأربعة في الشوط الثالث والأخير. أول اللاعب الثاني كان 33 على العالم وتصنيفه عالي جدا، فهو حصلت منه خبرة
كنت أقدر يعني أكون يعني إذا كان عندي تحمل زيادة وإذا ما تعبت كنت أقدر يعني ألعب أحسن. باقي أبرز مباريات أول أيام البطولة قبل انطلاق الأدوار الرئيسة كانت سريعة، حيث غادر القطري محمد سليم اليافعي في ظرف 13 دقيقة خاسرا بثلاثة أشواط أمام المصري عمر عبد المجيد. وكذلك كان الحال بالنسبة لعبد الرحمن المالكي أمام الاسكتلندي ألان كلاينية، إلى جانب أحمد التميمي الذي خسر في ظرف 16 دقيقة بثلاث نقاط لـ11 ثم 7 لـ11، فيما اكتفى بتسجيل 4 نقاط فقط في الشوط الأخير. عندنا بطولات قريبة اللي هي أصغر من غطرة كلاسيك، فنحاول نشد حيلنا عشان نقدر نسوي شيء في هالبطولات، فإذا قدرت تسوي شيء في البطولات الصغيرة ممكن إنك توصل في البطولات الكبيرة. اللاعب اللي لعبت إياه هو المصنف رقم 25 على العالم، لاعب قوي، المباراة كانت صعبة، اللياقة ما أسعفتني في المباراة، وإن شاء الله المباراة الجاية والبطولة الجاية نحسن من مستوى اللياقة وإن شاء الله نقدم مستوى أفضل. بعد خروج لاعبي المنتخب القطري من الدور التمهيدي الأول، تبقى الآمال معلقة على عبد الله التميمي الذي يحظى بتدريب خاص من النجم السابق في السكواش جيف هانت. التميمي سيواجه المصري فارس الدسوقي 9 عالميا مساء الأحد على أمل التأهل إلى الدور الثاني. لأخبار قنوات الكأس، سارة إيجابية، الدوحة. لدينا المزيد من الأخبار في هذه النشرة وتتابعون معنا بعد هذا الفاصل. الأولد ترافورد يستعد لخيمة اليونايتد وتوتنهام، بوجبا وهاري كين خارج الحوار. أهلا بكم من جديد. تعادل فريق كولتورا ليونيس المملوك لأكاديمية أسبانيا للمرة الثالثة تواليا عندما واجه ريال ساراغوزا في الجولة 12 لدوري الدرجة الثانية الإسباني، ورفع الفريق رصيده من النقاط إلى 13 نقطة والمركز 16، بينما ارتقى ساراغوزا للمركز 10 في جدول الترتيب العام. المباراة التي لم تحمل أهدافا جاءت متكافئة المستوى وبأفضلية كولتورال في الشوط الثاني، لكن سوء استغلال الفريق للفرص لم يغير في النتيجة التي انتهت كما بدأت بالتعادل السلبي، ويكتفي الطرفان بحصد نقطة واحدة. ستحظى قمة أوبن وأندرلخت في الجولة 13 للدوري البلجيكي لكرة القدم بتغطية خاصة اليوم السبت عبر قنوات الكأس. أوبن العائدة ملكية لأكاديمية التفوق الرياضي يحتل المركز 14 برصيد 9 نقاط، في حين يتمسك أندرلخت بالمركز 4 برصيد 21 نقطة. وسيكون أوبن مطالبا بالفوز لمسح أثر الهزيمة الأخيرة أمام لاغونتواز بثلاثية واستعادة التوازن لتحسين ترتيبه والخروج من منطقة الخطر بعدما حقق 2 تعادلات و7 هزائم من 12 مباراة. أما إندرلخت فسيسعى لتجاوز انتكاساته المحلية والقارية والعودة بفوز يقربه من الوصافة. المباراة تنطلق في تمام 7 مساء بتوقيت العاصمة الدوحة. عزز رمثا موقعه في صدارة الدوري الأردني لكرة القدم بفوزه على الفيصلي في افتتاح الجولة 7 من المسابقة. الرمثا قلب تأخره بهدفين إلى فوز 4 أهداف مقابل 2، فرفع رصيده إلى 16 نقطة، في حين تجمد رصيد الفيصلي عند 9 نقاط تضعه في المركز 6. تقدم الفيصلي منذ الدقيقة 3 عن طريق لوكاس سامون، وفي الدقيقة 29 أكمل الفيصلي المباراة بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه ياسر الرواشدة. عاد الفيصلي ليتقدم بإمضاء يوسف الرواشدة في الدقيقة 9 بعد 30، قبل أن يتمكن الرمثا من تقليص الفارق بهدف سجله أحمد الجوني في الدقيقة 64. عدل العراقي محمد شوكان النتيجة بتسجيله الهدف الثاني. بعدها أحرز جهاد البعور هدف التقدم في الدقيقة 68، قبل أن يضيف العراقي شوكان الهدف الرابع في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.
يصطدم مانشستر يونايتد اليوم بضيفه توتنهام في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. قبل هذه القمة كان توتنهام قد تعرض لصفعة قوية بعد ثبوت تغيب هدافه الدولي هاري كين بداعي الإصابة، وستكون معركة الفريقين ساخنة على الوصافة، حيث يتقدم الشياطين الحمر بفريق الأهداف عن توتنهام، لكن مردود اليونايتد تراجع في الجولتين الأخيرتين ولم يحصل سوى على نقطة واحدة من أصل 60 نقاط. في المقابل يسير توتنهام في طريقه إلى مانشستر بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في مبارياته الأربع الأخيرة. في عددها الصادر اليوم السبت تكشف صحيفة ماركا الإسبانية موقف برشلونة من انفصال إقليم كاتالونيا، وفي إنجلترا تؤكد صحيفة ذا سان وجود مفاوضات بين إدارة تشيلسي والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. تفاصيل قبل الطبع مع سونيا الوفي. شكرا لزميلة منال، وأهلا بكم في فقرة قبل الطبع. البداية من إسبانيا ومن الحدث السياسي الذي له ارتدادات على الرياضة. صحيفة ماركا أبرزت موقف إدارة نادي برشلونة من انفصال إقليم كاتالونيا تحت هذا العنوان: البرسا لن يتحدث بشكل رسمي عن الاستقلال. الصحيفة كشفت أن إدارة نادي الكاتالوني لا تنوي الإدلاء بأي بيان رسمي بشأن هذه المسألة، مؤكدة أن أي رأي سيصدر من قبل أي عضو داخل النادي سيكون شخصيا، الأمر الذي ظهر في المؤتمر الصحفي للمدرب إرنستو فالفيردي الذي علق بكلمة مقتضبة وبعيدة عن أي تأييد للانفصال. ننتقل إلى صحيفة سبورت الكاتالونية ونرصد منها هذا العنوان: كوتينيو يرفض البي اس جي. صحيفة ذكرت أن إدارة نادي باريس سان جيرمان عرضت على فيليب كوتينيو نجم فريق ليفربول أجرا مغريا للانتقال إلى حديقة الأمراء، إلا أن الأخير رفض ذلك وطلب من وكيل أعماله إيقاف أي مفاوضات مع أندية أخرى غير برشلونة. يشار إلى أن كوتينيو كان يخطط للانتقال إلى البارسا في الصيف الماضي، لكن مغالاة إدارة الريتس بمطالبها المالية جعل إدارة النادي الكتالوني تغض النظر عن الصفقة. مستمرون مع الصحف الإسبانية ونطالع من صحيفة الموندو ديبورتيبو هذا العنوان: ريال مدريد يقفز لقمة مونديال الأندية بعد تعديل الفيفا. الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن اعترافه الرسمي بأبطال كأس الانتر كونتيننتال في الفترة الممتدة من 60 وحتى 2004 كأبطال للعالم، كما هو الحال مع الفائز في بطولة كأس العالم للأندية. وبذلك التعديل يصبح فريق ريال مدريد هو الأكثر تتويجا في العالم ببطولة مونديال الأندية، حيث يتربع على عرش الأندية برصيد 5 بطولات، ويأتي ميلان في المركز الثاني برصيد 4 بطولات، وبرشلونة في المركز الثالث برصيد 3 بطولات. ننتقل إلى إنجلترا وتحديدا مع صحيفة ذا سان التي كتبت: تشيلسي يريد التعاقد مع أنشيلوتي لخلافة كونتي. الصحيفة ذكرت أن إدارة النادي اللندني بدأت في مفاوضات مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بشأن إمكانية خلافته لمواطنه أنطونيو كونتي بعد تراجع مستوى البلوز منذ بدايات الموسم. وألمحت ذا سان أن أنشيلوتي الذي كان يتولى تدريب تشيلسي منذ 2009 حتى 2011 ما زال يحتفظ بعلاقة طيبة مع أعضاء مجلس إدارة النادي حتى الآن، وأنه أشار في وقت سابق إلى أنه يتمنى اختتام مسيرته التدريبية بالدوري الإنجليزي الممتاز. ختام هذه الجولة بين عناوين عدد من الصحف الصادرة اليوم السبت. أشكر حسن متابعتكم لفقرة قبل الطبع، وعودة الآن للزميلة منال سلمي. شكرا لك سونيا. يستعد ملعب سان سيرو ليعيش اليوم أحدث الكلاسيكو بين ميلان وضيفه يوفنتوس. الميلان متراجع إلى المركز الثامن ب 16 نقطة، في حين يحتل اليوفي المركز الثالث ب 25 نقطة. ويدرك يوفنتوس حامل اللقب صعوبة اللقاء رغم الأفضلية التي يحظى بها أبناء المدرب أليجري على الورق، لكن فريق السيد العجوز مطالب بتحقيق الانتصار للبقاء على مقربة من الصدارة، فيما يريد مونتيلا تحقيق الانتصار تفاديا للإقالة. Una
على الورق المباراة تبدو غير متكافئة، لأنهم فازوا بالدوري في المواسم الستة الأخيرة ولعبوا في نهائي الأندية الأبطال مرتين في آخر ثلاث سنوات. أدرك أن مباراة ميلان ويوفنتوس هي مباراة تاريخية، لا يمكنك أن تقارن ما حدث في الأربع أو الخمس سنوات السابقة مع كل ما حدث في آخر 30 عاما. نرغب في أن نعود للمنافسة في ذلك المستوى. أعتقد أن لدينا كل ما هو مطلوب للفوز إذا ما استخدمنا ما نملك من كفاءة. توقفت مسيرة المصنفة الأولى عالميا الرومانية سيمونا هاليب عند الدور الأول في ماستر سنغافورة للتنس. هاليب كانت تحتاج للفوز على الأوكرانية إلينا زفيتولينا ضمن منافسة المجموعة الحمراء حتى تبلغ المربع الذهبي. سفيتولينا الرابعة عالميا، ورغم أنها فقدت كل الحظوظ في العبور نحو الدور الأربعة إلا أنها قدمت أداء كبيرا منحها فوزا ثمينا على هاليب بواقع 6-3 و6-4. خسارة هاليب منحت بطاقة التأهل إلى الفرنسية كارولين غارسيا الثامنة عالميا، التي هزمت الدنماركية كارولين فوزينياك السادسة بواقع 0-6-6-3-7-5 واللاعبتان معا إلى نصف النهائي. قبل الختام نذكركم بأبرز ما جاء في النشرة. الكلاسيكو في أجمل صوره، هي الجماهير تزين المدرجات بتميم المجد والريان يخطف أغلى انتصاراته. بطولة هذاب للفروسية تدخل بعد ساعات يومها الثاني، ومواهب جديدة تتألق. الغرافة لكرة السلة يتجاوز الجيش المغربي ويبلغ دور الثمانية في البطولة العربية. تابعتم معنا الأولترا فورد يستعد لخيمة اليونايتد وتوتنهام، بوجبا وهاري كين خارج الحوار. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. تصبحون على